في يوم من الأيام كان الشعب التونسي العظيم يحتفل بالسابع من نوفمبر. رانا ريناك اليوم ورنا وجه رب. بارك الله فيك. اليوم ورنا وجه رب يا سيد الرئيس. سردينا وهريسة وزيت. سردينا وهريسة وزيت. سردينا وهريسة وزيت. مخلطة عجنها. مخلطها مرفسها. أيوة. غفستها وحطيتها. خلتها مرفسها. خلتها مرفسها. مرفسها مرفسها. خلتها مرفسها. بالأمن والأمان. والآن أصبح يحتفل بالرابع عشر من جانفي.